العزف فضح الخير، لست بفنان ماهر على العزف في آلة البيانو، لكني من المهتمين بالفنون عموما. مشاهدي الاعزاء صباح الخير، متعكم الله بالصحة والعافية. نحن داخل المعرض التشكيلي للتشكيلية رويضة عمر عبد الكريم بالتعاون مع الجمعية الثقافية السودانية الألمانية. مرحبا بكم ونتابع هذا المعرض. نرحب بالأخت عميرة محمد الزبير، خريجة كلية التربية قسم التكستايل. طبعا صدفة سعيدة أن نلتقي بك وأنت خريجة كلية التربية وفنون. طبعا عاوزين نعرف يا أميرة أنك قراءتك للوحات الموجودة أمامنا في المعرض، وبالذات اللوحة اللي أمامنا دي. والله يعني طبيعي اللي أنا دخلت به المعرض عموما يحكي عن التراث يعني، وبيحكي عن السودان وعاداته وتقاليده والحياة الشعبية الحلوة فيه يعني، بتحكي عن الشعب الإنسان السوداني البحث يعني. طيب بالنظر للوحة اللي أمامنا نتوقف شوية ونتأمل فيها. والله طبعا دي أكتر لوحة عجبتني يعني، لأنه شايفة فيها العلاقات بتاعت الموسيقى، أدوات موسيقية وفيها رقص، وفيها دي كله تعبير عن وجدان وتعبير عن شعور، زي ما هو الفن تعبير عن وجدان وشعور يعني. يعني إحنا ممكن نربط الفن الفلكلوري بالفن التشكيلي او اللوحات التشكيليه؟ والله بالتاكيد يعني، لانه الفن هو احساس وشعور الزول اداه او عمله باداه معينه، او كانت في اداه معينه عبر بها. في نفس الوقت الفنان هو فنان عبر بريشه يعني، وعبر بلون، وبرضه زيها وزي الرقص، لانه كل خط انت بتعمله لو كان الخط ده ماشي مستقيم ولا كان ماشي مايل ولا كان كده، فهذا الخط يعني بيعني لك موسيقى معينه في احساس الفنان، زي ما بيعني للزول إيقاع معين أنت بتسمعه يعني. طيب رأيك شنو في الألوان المختلفة اللي تناولتها الفنانة التشكيلية؟ يعني شايفها أخذت كم لون، كذلك أخذت كم في شخصيات ورقص وكذا، ممكن تشرح لنا شوي من خلال نظرتك لو أنت كفنانة يعني. طبعا علاقة الآلة دائما بالرقص وكذا طبعا علاقة وطيدة جدا جدا، وبرضه في نفس الوقت علاقة اللون باللوحة، وبالتالي علاقة اللون بالموسيقى، لأن الموسيقى دائما فيها اللون الهادي الكحلي، طبعا دي ألوان باردة، ألوان الكحلية ألوان باردة، والألوان الأحمر والأصفر، ونادي ألوان سخنة وألوان حارة في لغة الفن عندنا يعني. فدائما الألوان الحارة والألوان الباردة لما تمتزج بتديك إيقاع يعني في اللوحة. بنفس الوقت أنت الجيتار والعود والمندلين والطار والريق دي كلها بتمتزج بتديك إيقاع يعني في اللوحة، وإذا كانت في الموسيقى برضو في نفس الطريقة. أعرف عليك هندي محمد زبير، رؤية متابعة أو مشاهدة للمعرض. اللوحتين ديل مستوحاة من البيئة المحلية، حدثينا عن المضامين والمعاني برؤية مشاهد. والله هي اللوحة طبعا جميلة جدا جدا، وبعدين شنو يعني هي فيها تراث السودان، تراث السودان حق القهوة وقعدة القهوة، وهي القهوة طبعا بتلم الناس حوالينا، وفي ناس بيكون مكيفين للقهوة، واسم شنو يعني فيها نقوش بتكون في حوالينا حاجة القهوة ذات الجبنة دي، فاسم شنو بتختلف النقوش دي، وفي كل بلد يعني بتكون عندها القهوة لكن بطريقة مختلفة يعني عن مثلا السودان، وعن قهوة في السودان عن القهوة ذاتها والنقوش فيها، وعن القهوة في الحبشة برضو عندها قعدات بالترابيز، وبكونوا في يعني ناس قاعدين حوالينا ست القهوة دي، وقاعدين
متكيفين فيها وحوالينا ناس كتار يعني. طيب بالتأكيد طبعا الجبنة من منطقة لمنطقة بتختلف يعني. يعني تفتكري انه رويدة قدرت تحقق هذه المضامين الوحدوية في الجبنة او من خلال لوحتين؟ ايوة اكيد لما الناس قلنا هي بتتعلم يعني الناس متعلقين بالقهوة وهنا ده يعني متعلقين بشديد طبعا من القرية. شكرا لك. زيارتي للمعرض معرض الفنان رويدة التمست فيه انه بيعكس تقاليد وعادات بعض القبائل السودانية وعجبتني اللوحة الامامنا دي تحت عنوان السودان. انا تخيلت فيها السودان البلد المعطاء البلد القوي واليد اليمين دلالة على الارض الثابتة والارض الثابتة واليد الشمال مرفوعة إلى أعلى دلالة على العطاء المستمر للسودان. ويد اللوحة يعني فيها لمسات فنية رائعة ومبدعة. رويدة عمر بالتأكيد صاحب العمل المتميز هو الذي يعطي بالأحدود وعطاء الفن التشكيلي الدر وعامر بالعديد من المضامين المختلفة. حدثينا عن هذا المعرض لو سمحت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المعرض معرض تلوين وأنا بقول تلوين لأنه خاص بممزوج بألوان معينة وحتكلم عن مضمون المعرض العام وهو انه انا ماخذة الفكرة على الاساس انه انزل الحياة السودانية البحتة اللي هي من التراث من الحياة الشعبية الاجتماعية من الحياة الصوفية في السودان ومن القبائل المختلفة في السودان. طيب استخدامات بتاعت اللوحة من الألوان وبرضو نوع الألوان المستخدمة. الألوان المستخدمة كلها ألوان عبارة عن أحبار وألوان مائية وبعضها من ألوان الزيت الزيتية والألوان دا المأخوذة كلها أو موجودة في اللوحة هي خليط من الألوان الإفريقية الحارة الساخنة والخامات مختلفة. في خامات من الأقمشة وفي خامات من الجلد وفي خامات من الورق العادي.